في من وقتك لي أتساءل أنا وياك، هل أنا بار بوالدي؟ هالسؤال اللي لازم الواحد فينا يطرحه على نفسه أكثر مما يلتفت وينظر للآخرين، فلان بار بوالده ولا ما بار، فلانة بارة بأمها ولا ما هي بارة. شنو تصرفاتك اللي تدل على برك؟ تخدمهم، تحرص على مشاعرهم، تتفقدهم، تتفقد أحبابهم، تستشيرهم، توقرهم، تزورهم وتتصل عليهم في غيابك، تتابع حاجاتهم واللي ينقصهم، الطعام اللي يشتهونه تجيب لهم، اللبس اللي يحبونه تبادرهم بشرائه، تهديهم، تعطيهم من كرائم أموالك. يعني هل تعودت أنك تصنع لهم اللحظات الجميلة؟ هل أنت محسن في علاقتك؟ محسن بمعنى الإحسان، إتقان البر وبالوالدين إحسانا، يعني تسوي أحسن ما عندك. هل قلت في يوم من الأيام أف وأخواتها بين أيديهم؟ تأففت، تمعر وجهك، تغيرت ملامحك، احتدت نبرة صوتك؟ كم مرة اعتذرت عن خدمتهم لأن عندك عذر صحيح؟ ما أقول لك عذر مختلق، عذر صحيح. كم مرة اعتذر؟ كم مرة سلمت عليهم بتلويحة يد وأن تخرج لأنك مشغول ومستعجل، أو بقبلة باردة على الرأس اعتدت عليها قبل تطلع من البيت كل يوم فصارت مثل الروتين اللي لا يحمل قيمة؟ كم مرة تذمروا من استخدامك للتليفون وهم جالسين؟ كم مرة حسيت أنهم يخافون يكلفون عليك، أو أنهم ما يمنون على جيبك أو على وقتك فيجعبون لك المقدمات الطويلة قبل أنهم يطلبون منك الطلب؟ إن كنت متورط بأف وأخواتها تدارك وضعك، غدا سينصرفون ليغلق باب بر مؤجل.